هذا البرنامج برعاية جوكر powered by smartness. جبن مريح على شلي سمارت شيف سنين معملين عليه. رتن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. انتو ما اخترتو سي كامبولي برودوي دو لاني 2023. مرحبا بكم من الناس الكل طبعا وين ما كنتوا تابعوا فينا تشاهدوا فينا كالعادة من خلال قناة التاسعة. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم كله طاقة، كله إيجابية وكله حب ومحبة. يا ربي أيام قليلة تفصلنا على العيد، إن شاء الله يجي كاين بالخير وبالفرحة سورتو باللمة أكيد إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم باش نحكيوا في برشا مواضيع، اليوم باش نحكيوا بما أنه تعدينا بليل 27 اللي صاروا فيها برشا خطبات في تونس، الخطبة في القانون التونسي هل مذكورة؟ هل ذكرها المشرع أم لا؟ هذية بعد شوية باش نجاوبكم عليه. اليوم زادا كيف باش نحكيه تقويم النطق، وقتاش الصغيرات نتاعنا أو الشخص لازم يتوجه أون يورجونس لورتوفونيست أو الأخصائي في تقويم النطق. هذية زادا كيف اليوم باش نحكيه فيه. ما ننساوش سوبر مو سوبر سيستا ليبرتا كالعادة حاضرة وموجودة معنا. طبعا أنا نتعدى ديريكتومون بعد الشيف تحية، لازمني نتعدى نطلع عليها في الكوجينة. شيف مرحبا يا صافي، مرحبا بسادة المتفرجين. الحمد لله تري بيان، يا ربي نعمتك. الحافله عندنا كالعاده صافي ايامات الاخره بتاع رمضان. فما حاجات نعملوهم الغوسيكلاج وفما حاجات نعملوهم بلاش غوسيكلاج. وي الوغ اليوم اللي بلاش غوسيكلاج اللي هو غوتي نتاع مليحه، غوتي نتاع باش يطيب في الكوشه، والغوتي مليحه معروف اللي هو سي ستيك دو داند، يعملوه غوتي مريقل واموره واضحه، يطيب يبدا مسكر الكل تري بيان امبالي، تري بيان امبالي امبيكابل، طيبه بعد تقصو اون ترونش يجي هبل. اوكي معاه هو ترانشيت بطاطا وكل بوغ اكومبانيومون، اي اكوتي معاه هو باش نعمل اون فاري اون سورت دو سالاد دو بات بس بالمقرونه البيو اورجانيك هذيا نتاع ورده الممتازه، هذيا الفوزيلي تجي معناها باش نعملها فاريي نتاع نوشا نتاع نوشا تري بيان. مع هذايا انا باش نعمل لكم طاجين نتاع غوسيكلاج نتاع خبز. عندنا كنا صغار كي يقولوا لنا اليوم العشاء طاجين بلانكيت نموتوا بالفرحه. نعرفوا اللي احنا باش ناكلوا خبز جديد على خاطر لازم ناكلوا خبز القديم قبل. تري بيان، ما يلزمش نلوحوا الخبز. والله ان شاء الله حاجتين يفرحونا في العشاء، سلطة البلانكيت، طاجين البلانكيت. أنا ما نعرفوش نعرف سلطة البلانكيت كيما توانسة الكل، طاجين البلانكيت ما نعرفوش. نرسكلوا فيه الخبز الكل. سلطة البلانكيت نرسكلوا فيها الباقيت البيتا، طاجين البلانكيت نرسكلوا فيه الباقيت البيتا. داكا. وطريقته سهلة ياسر. شنو اكتشفها معاك أنا تو؟ طريقته سهلة وبنين وخفيف، باش نعملوا بالاسكالوب بالطبيعة مليحة، جبونات مرياح، الحافلة معانا، هذوما الكل تو تشوفوا طريقة سهلة برشا في عملنا. مع هذا يا الكل. لابد باش نحليو ماله، عندنا خبز الساعه قبل التحليه عندنا خبز باش نعمل باش نبدا انواع خبز العيد. أي. خبز اليوم سميدو فرينا مبسس بالزيت زيتونه بنيغلان لا غون ديبيسري. تبسيس طريقه التبسيس راهي يلزم الفاصوناج سورتو خبزه كيف وقتاش مبسوها اسكو من الاول من الاخر انت نعرفك تبسس في الاخر فوالا سي سا، هذاك اللي يعطيك خبز هشوش وطري ومبسس وبنين ويكون مطعم زيت زيتونه ناطق فيه. واضح. باهي. الحلو، الحلو احنا مازلنا في العالم تاع الغريبات. الغريبة اليوم تاعنا بيضاء. غريبة فرينة العباد الكل تحبها وبنينة. أما تصعب عليهم.
ماهيش صعيبة، أسهل واحدة غريب الفرينة خاطر فريمون ما فيهاش حاجة مكلفة وسهلة. نتبعوك شيف ختي وأختي وحيدة وحيدة في الكوجينة مشكورة طبعا. من خلالك نحب نشكر كل مزودينا دون استثناء. وإحنا قبل ما نلتحقوا بالبلاتو الرئيسي خلينا نبدأ نهارنا بالدعاء مع الشيخ ياسين العياري ومكملين. اللهم لك الحمد يا الله، وزدنا من فضلك يا كريم، وآتنا من خزائنك يا غني يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارزقنا أجمعين، وأفض علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من فضلك العميم، اللهم آتنا من فضلك العظيم، اللهم آتنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اجعلنا من المرزوقين، اجعلنا بفضلك يا أرحم الراحمين من أهل اليد العليا، ولا تجعلنا من أهل اليد السفلى. أكرمنا يا كريم، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا من فضلك وجودك يا الله. وصلى الله وسلم على النبي الأسعد الكريم. مشكور الشيخ ياسين العياري، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم دعاءكم. أنا نحب نرحب ترحاب خاص بمدام مروة العباسي المختصة في تقويم النطق والصوت والكلام. مروة شحوالك؟ عسلامة، صحة صيامكم، ربي يتقبل علينا. مرحبا بيك ومرحبا بسيدة النظارة. أنا مش فاهمة نقول لكم دعائك مبروك ولا عيدك مبروك، خاطر نهارين على عيد دالي ما شاء الله. احنا إن شاء الله منا معك مروة نتعداو ديريكتومون الأول فقرة معانا اللي هي فقرة صحتنا. دونك في فقرة صحتنا اليوم معنا مدام مروة العباسي المختصة في تقويم النطق والصوت والكلام. موضوعنا لليوم هو موضوع خلينا نقوله شامل لكن فيه بكو دو ديتاي، واللي هو وقتاش لازمنا نتوجه اون اورجونس طبعا لاخصائي تقويم النطق. مروة خلينا نقوله في الاول الاختصاص شنو يقدم بطريقة سهلة وبسرعة. الاختصاص هو يمج كل ما هو مشاكل النطق، الذاكرة، التذكر، الفهم، التخاطب، التواصل اللفظي والغير لفظي، خاطر ما نتواصلوش كان بالكلام، فما حتى التواصل البصري. يمس ويشمل المشاكل العضوية اللي تخلفها بعض الأمراض كيما مشاكل البلع، مشاكل المضغ، سواء عند الكبار ولا الصغار. يمس حتى صعوبات التعلم، يمس حتى المجتمع والوالدين على 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 مستوى الإرشاد والتوجيه. معناها هو اختصاص فيه تأهيل، فيه إعادة تربية، فيه أمور نفسانية. دونك هنايا ثم تفطن من البيئة اللي دايرة بيك، وإلا من الأم وإلا من البو وإلا من الطبيب المعالج. النواقص صغير ما يسمعش بالكدا يأثر له على النطق. إنسان كبير فجأة يفقد القدرة على البلع، الميكانيزم نتاع الوجه والفم، جهاز التصويت يمشي بشوية بشوية يبخل. نفهم منك أنه هذا تأثير بعض الأمراض العصبية تنجم تكون أو النفسية أو الجينية لدى بعض الأشخاص كبار أو صغار، هي اللي تأثر ديريكتومون على النطق نتاعهم. الأمراض هي عدة والأسباب عدة وما نجموش نحصرهم الكل، لكن نحاولوا نصفوهم. فما كما نقولوا أحنا أمراض النقص في السمع،
اللي من أبرزها وأهمها وحساسة معناها سوليسيون فيها فراجيل هي زرع القوقعة السمع العصبي. فما أمراض الشيخوخة من بيناتهم أمراض الزهايمر الخرف من بيناتهم أمراض الرعاش فما الأورام فما السكتات الدماغية بالنسبة للكبار ولا الصغار راهو كيف كيف فما الحوادث اللي بعد الولادة الصغير اللي يدور عليه الحبل السري يتخنق تصير اسفكسي دونك بار كونسيكونس ولا بار ريزولتا باش يجي فما خلايا ما يأديوش وظيفتهم ينجموا يمسوا سونتر دو لونغاج مركز النطق عده امراض فما امراض الجينيه من بيناتهم وحاجات شائعه معناها موجوده متلازمه الداون تريزومي 21 اللي في الهيئه نتاعهم ماهمش كيفنا في عينيهم في ساقيهم في ديهم في خشمهم في التجويف الفمي وين داخل في الجهاز العصبي في الوظيفيه للجهاز العصبي نتاعهم عده امراض فما امراض نفسانيه مقسومه بين صغار وكبار بالضبط سواء عند الكبار كما نقولوا الذهان والا العصاب يخلي الانسان مش متوائم في افكاره عنده نوبات من الهلع نوبات من الخوف نوبات من الاكتئاب مرضى الذهان يكونوا منفصلين على الواقع ما يعرفوش شنو يقولوا شنو يعملوا يهلسوا يخافوا يضطربوا ينعزلوا يدخلوا في عزلة مرضى الذهان على العكس ما ثماش مشكل عصبي كبير مازالوا تلقاهم مرتبطين بالواقع نتاعهم ما هماش منفصلين على الواقع يدخلوا في تواصل تنجم تلقى سوليسيون معاهم ايسر بالنسبة للأطفال فما أمراض نفسية عدة من بيناتها التشتت في التركيز والانتباه واللي هو HDND اي ينعكس معناها على البيئه نتاعو في المدرسه البيئه نتاعو مع اصحابه باش يلعب البيئه نتاعو المجتمعيه في العائله التركيز حتى على مستواه الدراسي وال اي وال... يخلف صعوبات في التواصل واستيعاب المعلومه ويقلق يخلي جين شويه للعباد حتى اللي دايره بيه خاطر ياسر ايبر اكتيف ياسر اكسايتد يبدا صغير وما يركحش هذه فيما يخص الصغيرات لهنا مدام وكيفاش علاش بلوتو يتوجهوا الاخصائي للنطق شنو دوره لهنا لوغتوفونيست فاش ينجم يعاون المريض نتاعو لوغتوفونيست سواء بلوتو سامحني لهنا خاطر استبقت وقتاش كانوا فل صغير وقتاش لي بارون يقولوا تيان ولدنا فما مشكله لازمنا نهزوه لوغتوفونيست وحتى كان كبير نقولوا فما يا كيكو شوز كي كلوش مي الامور ماهيش واضحه لازمنا نتوجهوا لاخصائي تقويم النطق بالنسبه للصغار في مرحله ما قبل التمدرس ما نحكيوش على سكولاريتي صغير نتاع 3 زون 2 زون 8 موا 4 ans 5 ans مازال في مرحله ما قبل التمدرس مرحله رياض الاطفال تلقاه يكون منزوي تلقى عنده علامات نتاع لا تواصل ينجم يكون يهرب عينيه ما يخزرلكش ما يوصلكش ميساج ببدنه افكاره مش مترابطه نقولوا احنا يخلوث حتى في الكلام فما صغيرات عندهم تلمو الافكار متشتته الكلام يخرج بالطريقه هذيك يعبر كيما اللي في مخه تلقاه عنيف ما يقبلش الكلمه ما يقسمش لعبته مع صاحبه والا الحاجه اللي يحب عليها ولو مش من حقه ما عندوش ليميت فيها ما عندوش حدود فيها فهنا بالنسبه للصغيرات قبل المكتب قبل السيزون قبل بروميير اني اكثر حاجه تنجم تقلق الوالدين احنا خاطر ديما نحكي ونطق ما يتكلمش يتكلم مش هذيك اكاهو خاطر فما مقاومات هي سلوكية فما مقاومات سلوكيه وذهنيه الجانب الادراكي والحسي والمعارفي للصغير في المرحله هذيك لازم يتنمى وردوا بالنا منه اي حاجه فيها اضطراب تلقى صغيرك طول باش يتعلم الاشكال تلقى صغيرك تعلمه اليوم ينسى غدوه ولا ينساها بالوقت مشكله في الذاكره والتذكر نجمو حتى نوصيو بتخطيط على الدماغ نلقاو اللي فما شحنات كهربائيه في المخ زايده معناها تدخل فيها حتى الجانب العضوي واضح مدام مروه لهنا الدور المختص في تقويم النطق فاش يتمثل هنا هل فما كل حاله وحالتها والتريتمون نتاعها والحلول المقترحه لها او فما مثلا في حاله التأتأة او نقولوا احنا التوكويك او غيره او الصغير اللي عنده اتش دي ان دي يعني فرط الحركه وتشتت الذهني كلهم كيف كيف او كل صغير وحده كل كبير وحده عنده على حدان طريقه للعلاج هو اول حاجه باش يعملها المختص في تقويم النطق وقت اللي يستقبل عائلة المريض سواء كان كبير ولا صغير باش يعمل حصر للأسباب ويحاول يقيم قولوا احنا ان بيلون يعني يشوف العوارض اللي قدامه لي سامبتوم اللي قدامه المريض اللي قدامه يسمع بالكدا والا لا خاطر اذا يكون فما مرض سمعي والا عضوي بصري والا حسي باش نمشيو
الموضوع اخر نتعاونوا مع اختصاصات اخرى طبعا مع دكاتره سبيسياليتي دي ميدسان والا الباراميديكال والا البسيكولوج والا حتى المربين ولا حتى الناس اللي دايرين بيه في المجتمع نتاعو دونك هنا كابخكا نفهم منك كابخكا اول حاجه اللي باش يعملها المختص مع كبير ولا صغير لازم يقيم والتقييم يكون حسب معايير علمية حسب ماتريال اللي احنا لازمنا نوفروه حسب إيشيل حسب تقييم في كل حاجة يجي يقولك مثلا معدل الذكاء الذهني متاع الصغير وإلا العمر متاعه اللغوي متدني أو يفوق فما ناس عندها مدارك تفوق وتعبها الحكاية ذيك شوية صحيح. لازم نرسكلوهم ونأطروا ما نقولوش نرسكلوهم نقولوا نأطروا نمشيو شوية نصائح ما يتعداش هكا باساجنا ما نعطيو شوية نصائح للأولياء اللي عندهم صغيرات للناس اللي والديهم عندهم مشاكل أو حتى للمربين اللي يتفرجوا فينا اللي وللأسف ساعات ما يتفطنوش أنه تلميذ أو صغير عنده مشكلة باش نحاولوا توا نقدموا نصائح للعموم يلقوها سوفر متفرقات مانيش باش نشمل كل شيء اما باش نحاول ندقق في الحاجات اللي ديما تجينا اللي تتكرر برشا اكثر تداول نبداو بالكبار في حالات الجلطه في حالات السكته الدماغيه في حالات مرض الزهايمر والا الرهاب والا الرعاش المريض راه يولي كيما الصغير نفسيته تتاثر عضويا وجسمانيا المسكولاتور نتاع الوجه والرقبه تتبدل يولي ما عادش ينجم يمضغ بالكدا ما عادش ينطق بالكدا ما عادش يعدي ما عادش ينجم يبلع دي فوا ساعات تحاول انت تعاونه باش ما يشرقش هنا وساع البال ونحاولوا معناها في الوقت اللي هو يكون فيه نغفو نسيبوه ونعاودوا نرجعوا له راهي الامور كلها نفسيه ويصير تواصل مع المختص باش نلقاو الحلول والتاثير اللي لازم ديما بالتواصل مع المختص في حالات اخرى للكبار اللي صحته مساعدته العمر طويل وما شاء الله لكن كيما نقولوا احنا المدارك المدارك الذهنيه الذاكره والتذكر كيف نتقصاو كيف نتقصاو نتجنبوا برشا مضاعفات في المستقبل ويكون معناها التعايش معاهم اسهل نسهلوا لهم حتى هما كيف يعيشوا معنا تري بيان بالنسبه للصغيرات باش نعطي نصيحه لاهالي اطفال التوحد وطيف التوحد والكلوار الكبير نتاع التوحد بالراميفيكاسيون نتاعو خاطر شجره كبيره ما نجموش نحصروها مرافق الحياه المدرسيه وقت اللي يكون مش مؤهل اراه ما يزيدش يطور الحاله يزيد الحاله سوء يعني التاهيل نتاعو يكون كادغي كونترولي مراقب ماذا بينا نرجع شويه نحكيو بالعربي يكون مراقب بالاطار التربوي اللي تصير فيه الادماج هو مهيئ والشخص هذا يكون كاليفيه باش يرافق الصغير هذا خاطر هما صغيرات هما ماهمش سبيسيو او سبيسيال لكن عندهم نوع من الاختلاف انه لازم الشخص اللي باش يتعامل معاهم يكون ذو كفاءه ويدرك شنو هو يعني مشكل اللي قاعد يقدم فيه مشكل كبير خاطر لا يزيد والله نقرا مدام مروه سيغ فيسبوك ساعات دي جروب تقول لك انا ولدي عنده طيف التوحد نحب مرافق كيفاش انت تطلب من مرافق على باج فيسبوك يعني هذه ناس قرايتها ناس الحقيقه باش نحكي معناها بصراحه اكثر أي. حتى لو انت باش تشوف للجانب المادي انا شنو ننصح الاولياء الكل جو بريفير تخلصوا مونطون عادي على وقت ضيق خير من اللي معناها تقدروا خير من اللي انت تزيد تسرق للمونطون اكثر وتوسع في الوقت هنا حتى لو هو كلفيه مش يعطي لصغيرك صحيح يعني حاول تتحكم في الوقت نتاع الاندماج لانه حتى الوقت هذاك طويل يصعب على الصغير صحيح معناها هي فما برشا حاجات نجم ننصحوهم فيها لكن هذه اهم توا الحالات اللي قاعده تتحط مع مرافق وما عندي ماني ما عندي حتى حاجه ضد المرافقين بيان سو فوالا اما كي يبداو مؤهلين الحالات اللي قاعدين يتحطوا مع مرافق مش مؤهل ما عندوش علم بالمرضى ما عندوش علم كيفاش يتصرف مع نوبات حتى الفرح الزايده ولا الغضب نتاع الصغيره هذيك بالضبط مش باش يكون في منفعته فما زاد موضوع اخر فريمون يمس بالكدا خاطر جاتنا حاله ريسامون تسخف معناها عامل عمليه تاع زرع قوقعه العصب زرع معناها السمع العصبي الصغار هذوكم راهم ما يلزمش يتعرضوا حتى للدزين ولا للضرب خاطر فما جسم مضيف في الدماغ سي ديجا اللي بدا ناخذيه وقت باش يقبلوه وباش ترجع عمليه الاستقبال السمعي ونقعدوا نعملوا في الريغلاج معناها ديسون باش ينجم هو من بعد يعمل لكتور لابيال يبدا ينطق ويستوعب في لونفيرونمون اللي داير به فرجاء سيكوريتي توتال للناس هذوكم زيدا في الروضه في مكتب في الدار في الحضانه في غيره
يعطيك صحة مدام مروة العباسي، مختصة أو أخصائية في التقويم النطق والصوت والكلام. إن شاء الله تكون حصلت الإفادة واخذت المعلومة سيختو النصائح الهامة اللي قدمتهمنا مدام مروة العباسي. أنا قبل ما نعطي الكلمة للشيفة تحية، خلينا نمشي مع بعض نشوف سبوت الخاصة بأغماء ونرجع. دونك كانت هذه هي سبوت الخاصة بأغماء لمارك دو بريت أبورتي. تلقاو عندها حوايج نساء ورجال وصغيرات، والعيد على الأبواب ما خيرش من أنكم تمشيو تعملوا طلة غادي. عندهم أكثر من 9 نقاط بيع، عندهم 10 نقاط بيع، وآخر بوان فونت موجود في المول وفسوس. تمشيو عملوا طلة غادي، الأسواب والأسعار مدروسة للغاية وشواء كبير على الآخر. نعطي الكلمة للشيف فتحية في الكوجينة أنا توا، من بعد نرجع مع بقية المواضيع. شيف مرسي يا صفاء. انا اول حاجه باش نبدا بها هي الطاجين، خاطر ياخذ وقت شويه في التطيب. هوني عندي مول نتاعي دهنته بشويه زبده، الزبده نتاعي مريح، كلاغيفيه كي نقول كلاغيفيه معناها طيبتها حتى لين تنحى منها الزبده الحليب نتاعها، لازم يتنحى الحليب. هوني انا خذيت شويه اسكالوب دو داند مليحه، قصيتها تريفات ومن بعد رحيتها. ترحيو الاسكالوب تولي كيني الحم مفروم وتولي بنينه برشا. نرحيها مفوحه حضر باش، معناها نحط لها شويه ثوم، شويه ملح، شويه فلفل، ومن بعد نحط نتشتشها في طنجره فيها مغرفه ولا اثنين زيت، ما اكثرش من هذاك. نجي نحط عليها، تشوفوا طريقه الطاجين هذه سهله ياسر ياسر، على خاطر من ابسط الطاجين اللي ترسكلوا فيه الخبز نتاعكم وترسكلوا فيه كان عندكم اسكالوب ولا دجاج ولا لحم ولا اي حاجه ولا حكتون، حتى حكتون تجي معاه. نجي نحط شويه جبن من عند مريح، انا عندي لي تخوا فخوماج مريح، الغابي هذايا البنين المتميز من عند مريح، نعرفوا الجبن مريح 100% حليب، هذاك علاش انا ما عندي حتى شك في المنتوج مريح من ناحيه الكاليتي ومن ناحيه اللي يذوب ومن ناحيه اللي بنين ومن ناحيه النكهه، معناها لا توتال. هذايا نخلطوا حتى 4 كعبات عظم، ما اكثرش من هذايا. اذا كان تحبوا تزيدوا انواع جبن راهو تنجموا، ولا تحطوا لوغوتا. انا في هذايا نحط جست لي تخوا فخوماج ونحط 4 كعبات عظم، 3 4 انتم كبر الطاجين نتاعكم. شنو باش نعمل؟ هوني عندي صحفه حطيت فيها شويه حليب وكعبتين عظم وفوحتها، ملح وفلفل وشويه كركم. ناخذ الخبز قصيته جرار، معناها قصيته لميت جويدين تاع نص سنتي كما تشوفوا فيه، معناها قدمة الخبز ما أكثرش من نص سنتي. ونعمل كما نتعامل مع سلطة البلانكيت، نغطس شوية ونخرج ونفرش في قاع المول بتاعي كما تشوفوا هكايا، كعبات كعبات طول. هذا اللي باش يتحط فوقه الفاخس هذية اللي عملتها، نفرشوها الطبق متاعنا الكل. تو نحاول نقد فيسع فيسع باش ما نطولش على صفاء، نفرشوه الكل بالقاع وبالاجناب، بعد لا دهنتو بالزبده بالطبيعه. الفخس نتاعي مخلطه، نجي هاو قريب نكمل. هذوما الكعبتين نتاع الخبز، ريتو كيفاش يغطس غطسه وخرجوا، ما تخليوهش يتنفخ، راهو كي يتنفخ ومن بعد معناها يولي طري ياسر. الوغ لو بوت هو باش يجي فيه تقرميشه، التقرميشه تجي فك التنفيخه نتاع الخبز هي اللي تعطي تقرميشه. وعلاش حطينا العظم؟ باش ما يقعدش الخبز مبلول ياسر، خاطر يتيب الطاجين نعرفوا فيه شويه عظم، هذاك علاش احنا ديما نحطوا له شويه عظم في الخلطه اللي باش نبلوا بها. الوغ هنايا نعمل الحراف كيما عملت الوجه، غطسة ونخرج ونحط في وسط الطبق متاعنا. انتم كان عندكم طبق مدور ولا اي نوع فورمه متاع طبق كيف كيف راهو نفس الخدمه، نفس العمليه تعملوها
الخبز الكل راهو يجي مهما كان نوع الخبز. المهم رسكلو ما تلوحوا حتى شيء يهديكم، راهو كل شيء بالفلوس وكل شيء غالي وكل شيء متكلف. الوغ هوني اذا كانوا فيلكم شويه اللي باش تغطسوا فيه تنجموا تزيدوا كعب عظم من كي تحليب ونكملوا بقيه الخلطه نتاعكم. انا نكمل هذا على الاخر ومن بعد نزيد كعب عظم وكعب حليب باش نعمل بهم بقيه الخلطه نتاعي اللي باش تغطي لي الوجه نتاع الطاجين. الوغ نجي هوني ونصب، نستويهم مليح، نصب الخليط هذا في وسط فوق البلانكيت هذاك. قبل كنا ما نقولوش باغيت نقولوا بلانكيت، هذاك علاش يعيطولو طاجين بلانكيت. نصب مليح هذا كل ما خليش لا جبن لا عظم لا حتى شيء. الوغ نجي ونستوي الفخس مع الحراف بالقدا، نستويها قد قد. إذا كان جاكم الحرف طالع كما تشوفوا عندي هنايا، نوريكم الطريقة اللي باش نهبط بها الحراف. طريقة سهلة وبسيطة. نجي ناخو السكينة، سامحوني، ناخو السكينة نقص ونهبط فوق هاوك، ومن بعد نكمل النفخ الباقي ونحط في النفخ بقية الخبز كيما عملت من الاول باش نغطي الوجه نتاع الطاجين نتاعنا. الوغ هذا كل نقصه ونقلبه فوق من غير ما نهزها الكعبه. فوالا كيما شفتوها هوني الكل ندور عليه، نكمل نغطي الطاجين. هذا كوشتي سخونه 180 درجه، نحطه يطيب حتى لين يتحمر بالقدا بالقدا كيما الطاجين العادي. انا نعطي كلمه صافي ونرجعوا مع بعضنا نشوف بقيه وصفاتنا. ميرسي بوكو شيف، اكيد نرجع لك بعد شويه. اما بعد ما نكتشفوا نسمع بعضنا جديد ليبرتا فياج مكملين. هذه الايام العظيمه التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا واكرمنا بها بان جعلنا نبلغ هذا الشهر العظيم ونعيش ايامه ولياليه، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه ممن ترحمهم وتغفر لهم وتغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار. دونك كان هذا هو جديد ليبرتا فواياج. نحب نزيد نعطيكم توضيحات انه فما تنظيم عمرة شهر شوال طبعا مع ليبرتا، وفيه طبعا زوز برامج. عندنا برنامج الرفاهة الف اش فيه في 7 ليالي بالمدينة المنورة بفندق سجل المدينة من فئة 5 نجوم، ويبعد 4 دقائق فقط على الاقدام او سيرا على الاقدام من الحرم. كيف كيف معهم 7 ليالي بمكة المكرمة بفندق سويس المقام 5 اتوال كيف كيف في أبراج البيت. الأسعار متاع برنامج رفاهة ألف بتكون ابتداء من 5949 دينار للغرفة الرباعية، ثم ابتداء من 6449 دينار للغرفة الثلاثية، وابتداء من 7549 دينار طبعا للغرفة الثنائية. هذا طبعا المعتمر الواحد. نمشي البرنامج رفاهة جيم واللي فيه كيف كيف 7 ليالي بمدينة المنورة بفندق سجل المدينة كيف كيف من فئة 5 نجوم، وسبع ليالي مكة المكرمة بفندق أرائك غزة جراند مكة سابقا وكالعادة، يبعد ما يبعدش برشا على الحرم حوالي 750 متر فقط. الأسعار باش تكون انطلاقا من 5099 دينار طبعا الغرفة الرباعية، ثم ابتداء من 5499 دينار للغرفة الثلاثية، وابتداء من 6299 دينار طبعا للغرفة الثنائية بالنسبة للمعتمر الواحد. والأسعار المعلنة طبعا وكالعادة تشمل سعر تذكرة الطيران اللي هي عبر الخطوط السعودية. كان هذا هو جديد لبغتا فياجنا. نتعدى ديريكتومون بحذا شيف تستحقني طبيعة لازم نجي. أكيد أوكي. أكيد ديما مستحقتك وديما نحبك معايا. ألور ألور صافي أنا هوني، أنت باش تصمت لي كل مقرونة مصمتيش عندي نعم، وأنا باش نحط نفوح الغوتي متاعي شويه فلكحل شويه ملح خاطر باش نحط البطاطا، لانه كان مانيش باش نحط البطاطا نحط له حتى شيء نرميه ديريكتومون في الكوشه. نص مطرطل كامل طرطل داكور غير من بعد الوغ نجي هوني ناخذ شويه من الثوم من عند بنيغلين لا غروند ايبيسري، ونجي
عندي نصب مقص هذا كل ونلوج باش نحل. نصب هذايا الكل فوق الغوتي وفوق البطاطا. بعد لنصبهم في الشكارة ديريكتومون. الوغ أول حاجة نهز الغوتي نتاعنا نحطو في الشكارة ستار. نحط البطاطا الغوتي بالطبيعة من عند مليحة، يتباع غوتي كيما هو حاضر باش كيما تشوفوا فيه. الشكارة نتاعنا ساشي دو كويسون تلقاهم عند بني غلين زاد على كرون دي بيسري. عندي باش نخلط لوني يا شيف هاك المغرف الفنجان. هاو مغرف، هاو هاو مغيز ولا هاو مغرف؟ اعطيني المغرفه الزرقاء هذيك. الوغ نجي ونصب الصوص هذيا ديريكتومون فوق الشكاره ونسكرها. اي لو غوتي نتاعنا باش يمشي للكوشه، بعد لا نربط عليه باللاتاش هذيا يمشي يقعد ساعة في الكوشة. أي. 180 درجة. 180 درجة يطيب أمور واضحة. هو في الساك دو كويسون هذايا، ساك دو كويسون تقول عليه كوكوت اكزاكتومون في رانش تاي، يلزم يكون مطروح كيما هكا. نسكروا عليه. وقتاش نحلوا عليه؟ وقت اللي نشوفوه بعد يعدي ساعة كان نحبوا نحبوا شوية يحمر. على البطاطا نفهموا نورمال. لا لا كان نحبوه يحمر يطيب. نجموا نخرجوه من الساك دو كويسون نحلوها خليه. نحلوها خاطر يعطي جو هو. اوكي باش يسيب الجو نتاعو. نحلوا الساك دو كويسون وهو يتحمر يحمر، هو ديجا الفوقاني نتاعو يحمر حتى في الساك. داكو. لكن وقت اللي نحلو الساك نقلبوه يحمر على الوجه الثاني. اما الساك ديجا تحمر. اوكي نحطوه هكا مسكر. في حاجات وساعات فيها دي روتين نحطهم ننقبها الساك، لكن في هذايا نحبوا تسيب علي توفي يتيب مسكر كما تشوفوها هكايا. انا هذا نبعثه للكوشه. نبعثه ومن بعد نبعثه للكوشه، من بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا بقيه اللي باش نعملوه. ملي نخرج فاصل نخرجوا فاصل قصير راجع لكم بعد شويه ومكملين معاكم. يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا. صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية. وردة سرنا المحبة. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشة، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه، معاه كل شيء يحضر ليه ليه. هذا شاف بالفم والملا ملالا، عنده في كل شكارة ذبارة بالأمارة، كل ما يجيو هذي فان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف
سنين معمين عليه. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمة. وبسرها تزهينا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وانتو ما اخترتوا سيكامبولي طماطم مقشرة حاضر باش مقصوصة ولا كعب مدشة بالثوم برودوي دلاني 2023. نوفيل جاب سورجيلي مليحة العشاء الفطور ولا التحريشة يحضروا في رمشة عين باني ولا كريي صنف وتفن. لا جاب سورجيلي مليحة متوفرة في المساحات الكبرى وفي كامل نقاط بيع مليحة. نادى ربه نداء خفيا حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا عهد وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي
وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين دي. بسم الله والله أكبر. نور نور المكان كامل نور. هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر البدن. ده نغزو وفعلا صحيح. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار. عندها مجرية سوبر سياستا. سمعت بيه بجرية ضوء الجرية نمر واحد في تونس. هذه جرية اللي تخليك تتبنى النوم. ارخذي زبلة حس خيرك.
سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.